السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بدون أهداف. يسعدنا النهاردة أن يكون معنا الدكتورة نهى الجندي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا يا دكتورة نهى. أهلا بحضرتك يا فندم. إحنا لو بدأنا حديثنا هنتكلم عن الخبر أو الحدث اللي بيهم العالم كله اللي هو الكورونا. لو حضرتك تصفحتي صفحات السوشيال ميديا في الأيام اللي احنا فيها دي هتلاقي إحصائيات كتيرة جدا جدا جدا، منها الإيجابي ومنها السلبي. في رأي حضرتك في الظاهرة دي اللي منتشرة على السوشيال ميديا؟ أنا شايفها صراحة ظاهرة مش كويسة أو ظاهرة غير لطيفة بالمرة. ليه؟ لأن أنت تلاقي بيجات كتيرة على الفيسبوك وكل واحد يكتب لك اخبار يعني من الاخر تضر اكتر ما هي بتفيد، بتديك طاقه سلبيه اكتر، تلاقي حاجات ايجابيه حاجات سلبيه، نسب بوفيات. يا جماعه المفروض ما ننساقش ورا الاخبار دي خالص، هو المفروض ناخد من جهه واحده، المنظمه العالميه للصحه او ناخد من وزاره الصحه المصريه. غير كده ما نسمعش لاي صفحات تانيه، لان الصفحات دي الهدف منها او التارجت بتاعها هي مجرد بس عايزه تعمل نسب مشاهده او نسب لايك كتير عندها او كومنتس عندها. فالموضوع مش ان هو يبقى مكان موثوق منه ان انا اخد منه خبر زي ده. فاللي انا شايفاه طبعا يعني دي غمه، وان شاء الله باذن الله هنعدي منها وان طب شاء الله. في ناس يعني بتجيب احصائيات ايجابيه، هل دي يعني الغرض منها حتى لو ما كانتش صحيحه رفع الروح المعنوية للشعب المصري، ولا يعني انت شايفة الظاهرتين سلبيتين، الاحصائيات الإيجابية والاحصائيات السلبية، المفروض ما ناخدش بالاتنين ولا ناخد الإيجابي منها بس؟ لا ما ناخدش ولا بده ولا بده، انا هاخد من مصدر واحد بس، وزارة الصحة فقط هي اللي تقول لي الأرقام دي صحيحة ولا غلط. ليه؟ لأن في يعني صفحات ما يهمهاش بس إلا الترويج بس وترويع المواطنين. فأنا بالنسبة لي ولا أخد ولا سلبي ولا إيجابي، أخد من منظمة بس اللي أنا إيه تابعة ليها فقط لا غير. طيب يا دكتورة هندخل في موضوعنا بقى. إحنا بنسمع دايما على مباني مخالفة، مخالفات بناء، وعايزين نعرف يعني ايه الاول يعني مخالفه بناء دي مبدئيا. مخالفه بناء اللي هو مثلا يبقى عندي ارض زراعيه وبنيت عليها، ده تعتد برضو من حوار المخالفات بتاعه البناء. مثلا واحد مثلا يقول لك ايه انا هعمل فيها زكي، يبقى مثلا عندي كذا قطعه ارض زراعيه واقوم باني عليها. طب ما انت كده بتعمل تجريف للارض الزراعيه، وانت بتقلل كده الرقعه الزراعيه في البلد، وده طبعا مش في مصلحه البلد، انه استصلاح زراعي بالنسبه لبلدي ان انا احولها من ارض زراعيه صالحه للاستصلاح الزراعي وبعد كده احولها للبناء. ده تعد برضو من مخالفات البناء. مخالفات البناء برضو ايه اللي زي ايه؟ برضو يبقى مثلا انا طالعه ببيت سكني، او يعني مثلا يكون عدده 6 طوابق او 6 ادوار، اخالف القانون ويبقى الهيكل بتاع بيتي غير سامح، اقوم طالعه مثلا ب6 ادوار بزياده، ده مخالفه بناء برضو. لان في برضو انت بتعرض الارواح للخطر بسبب البناء الزياده اللي فوق المبنى. طب ده في سؤال بقى يجي هنا، هل في فرق بين مخالفه البناء على الارض الزراعيه ومخالفه مواصفات البناء نفسه؟ يعني طبعا في فرق طبعا اكيد. ليه؟ لان البناء على الاراضي الزراعيه ممكن اقدر اتصرح فيها مع الدوله. لما بتنزل جنحه، لما بتنزل لي جنحه اقدر اتصالح فيها مع الدوله، في مستندات لازم اقدمها عشان خاطر ان انا اتجنب حته مخالفات البناء او ان انا اتصالح مع الدوله. كذا مستند دلوقتي احنا ممكن نذكرهم. اول حاجه لازم يبقى معايا بطاقه الرقم القومي اللي هو صاحب مثلا الارض اللي انا بنيت عليها. تاني حاجه لازم يبقى معايا سند ملكيه للارض. يعني الارض دي يبقى سند الملكيه بتاعتي. ابسط حاجه يبقى معايا صحه توقيع. ما ينفعش اقدم مستند عرفي، لان يعني المستند العرفي لا يعتد فيه في التصالح في الاراضي الزراعيه. تالت حاجه لازم يبقى معايا مستند يفيد ان المخالفه تمت قبل تاريخ 23 سنه 23/2 لسنه 2017. لان قبل التاريخ ده ما ينفعش.
اشمعنى يا دكتور؟ هو كده قانون الاستصلاح الزراعي طلع لك مستندات معينه وحط لك فيها بعض النقاط اللي لازم نمشي بيها عشان اقدر اتصالح فيها على الاراضي الزراعيه ومخلفات البناء. رابع مستند لازم يبقى معايا رسم كروكي يكون ذكر فيه خطوط الطول والعرض للمبنى عشان اقدر اوضحها للجهه المختصه ان مثلا المبنى ده مبني على كام متر، الطول العرضي بتاعه كام، الارتفاع بتاعه كام بالظبط. رابع مستند عندي لازم يكون فيه تقرير معتمد من نقابه المهندسين. لازم التقرير ده يبقى معتمد او مكتب استشاري هندسي، والمكتب الاستشاري الهندسي ده لازم يكون معتمد لدى النقابه. سوري يعني ما اروحش اي مكتب هندسي كده تحت بير سلم واقول لا ده انا جايب رسم كروكي او حاجه للمبنى بتاعي واقول لا ده معتمد، لا لازم يكون يا جماعه معتمد لدى نقابه المهندسين. ليه بقى؟ لانه هيطلع لي تقرير، التقرير ده هيقول لي المبنى بتاعي امن على الارواح وغير مخالف، غير مخالف للمواصفات البنائية. ده هنرجع لها تاني يا دكتورة. هو ده النقطة اللي حضرتك توجهت فيها للسؤال ويردها بالنسبة للمستندات. طب برضو ما وضحتيش حضرتك ايه الفرق بين المخالفة بتاع البناء على الأرض الزراعية ومخالفة البناء نفسه. البناء نفسه ممكن يكون نفس الهيكل غير مطابق للمواصفات الأمانة والصحة. طب وهل دي عليها تصالح يا دكتورة ولا لا؟ طبعا. يعني حضرتك شفت فيه بيوت كتيرة بتقع. ليه؟ لان ممكن يكون الماتيريال او المواد المستخدمه في البناء غير صالحه. يعني جايب اسمنت وطوب وجايب هياكل خرسانيه غير صالحه للبناء خالص، او مقلل النسب اللي المفروض ابني بيها، فبالطبيعي انت كده هتعرض نفس الهيكل لمخالفه. فبالطبيعي الموضوع ده لان هينزل مهندس استشاري هيفحص المكان، هيشوف هل الهيكل ده صالح ان انا اكمل عليه بنا ولا ما اكملش. شايفه اللي هو غير صالح بيزيله تماما، لان انت كده بتعرض ارواح البني ادمين. ما يزيلش الادوار المخالفه لرخصه البناء اللي طالعه؟ لا، هو كده هيزيل المبنى كله. زي حضرتك دلوقتي شايف المواضيع دي منتشره جدا في اسكندريه. بس طيب ايه بقى التصالح في البناء على الارض الزراعيه؟ هل بعد الشخص ما ياخد هذا التصالح من الدوله يستطيع ان يطلع الارتفاعات اللي كانت مكتوبه في تصريح البنى، ولا يقدر يزود عليها، ولا ايه بالظبط؟ عايزين نفهم عن التصالح. هو دلوقتي بعد ما ياخد تصالح على البنى، لا هياخد على الوضع اللي هو كان عليه. يعني مثلا انا بني دورين، لا انت مش هتقدر تعلي، هم الدورين اللي انت اخدتهم. حبيت تزود عن الدورين لازم تطلع ترخيص منفصل تماما. طيب معانا اتصال الاستاذ سيد علي. اهلا استاذ سيد. السيد حامد علي. اهلا يا استاذ سيد. انا عندي مبنى حضرتك من 2007 تقريبا مبطئ، وبين الحيز العمراني 20 متر. ايوه معاك اتفضل. وجيراني ساكنين ومدخلين ميه وكهرباء وكل حاجه. انا طبعا احترمت الدوله من ايام الثوره وكده، ما رضيتش اشتغل فيه. ومقدم الاوراق حضرتك بقالي 5 شهور. وانا حاليا مؤجر من 2007. وانا راجل عامل عادي يعني، خزاعي، ما فيش اي داخل. انت منين يا استاذ سيد؟ انت منين؟ انت منين؟ انا من يعني من جنب جمصة كده، مركز ستامون. اهلا بيك. تبع الجزائر. طب ايه حضرتك؟ ايه المشكله في كده؟ المشكله حضرتك انا مأجر من 2007، يعني انا عندي اساس عامله وغير صالح للارض الزراعيه، والخبير مبرئه ومعايا الورق بتاعه، مفيش اي نزاعات عليه. وجيراني حضرتك ساكنين ومدخلين ميه وكهرباء وبنيين. وبدفعوا وصلات ميه وكهرباء. وانا بيني وبين الحيز العمراني القديم اللي بقاله 100 سنه 20 متر. طب وجاي لك قرار ازاله يا استاذ سيد ولا ايه؟ ما جاليش اي قرار ازاله، انا ما فعلتش مع الحكومه. ما عرفت تتصالح مع الحكومه يعني؟ انا ما عملتش اي اجراء ازالة الدوله خالص، واحترمت الدوله. وجيراني ساكنين وبينه طبعا ايام الثوره، وانا ما رضيتش اعمل حاجه. وكل ما اجي رايح اعمل حاجه المجلس يمنعني، وانا بقول لك بيني وبين الحاج العمران القديم اللي بقى له 100 سنه 20 متر.
اه طب ما احنا عايزين نفهم من حضرتك يا استاذ سيد، طب ايه المشكله يعني؟ في مشكله مع جهه انا عاوز ابني، انا عاوز اشوف الوقت قال لك قدموا الورق، بقينا مقدمين بقى لنا 5 شهور الورق الوقت، وما جالناش اي حد يقنن لنا ولا يعمل لنا اي حاجه. يعني هي دي مش مشكله اللي انا بقى ساكن بالايجار بقالي من 2007؟ لا مشكله طبعا. اه وراجل عامل عادي على دراعي مش يعني ما عنديش اي دخل. دي بالنسبة لكم مش مشكلة؟ لا مشكلة مشكلة. اه طيب خلاص الدكتورة هترد عليك دلوقتي، اتفضلي يا دكتور. آه طبعا هو لازم ينزل له محضر عشان يقدر يتصالح مع الـ مع الـ مع الدولة. وطبعا احنا ذكرنا قبل كده بالنسبة للإجراءات اللي انا اقدر اتصالح بها مع الدولة. هو دلوقتي هو بيقول انا ما خدتش اي اجراء يزعل الدولة. فانا طب انا بناء على ايه الدولة هتعرف ان انت مخالف او غير مخالف؟ ما فيش جنحة تمت او تم قيد ليه جنحة بمخالفة البناء، لان من ضمن الشروط لازم يفيد ان في مخالفة. هو بيقول انا ما خدتش اي اجراء، فبناء على ايه طب الدولة هتديله تصريح او ان هو هيعمل تصالح مع الدولة؟ فهو قبل ما يعمل المواضيع دي لازم يبقى باني نفسه على الارض الزراعية وخد اجراءاته. ما ينفعش يتصالح منه نفسه، لازم الدولة هي اللي تاخد اجراء ضدك بالمخالفة. طيب معانا مكالمة للاستاذ محمد زين العابدين. اهلا استاذ محمد. الله يحفظك. نسيبي كان بنى على ارض زراعيه واتحبس في قضيه التبوير اللي هو تبوير الارض قبل البناء. تبوير. ماشي يا باشا؟ معاك. ودلوقتي هو في السجن بيقضي 6 شهور. يعني خد 6 شهور حبس ولا ايه؟ خد 6 شهور في التبوير، ولسه البناء بنعمل له في المصالحه. فايه المسؤوليات المطلوبه؟ طيب الدكتوره هتقولهم تاني، هي قالتهم بس هتقولهم لك، هتقولهم مره تانية ان شاء الله. طبعا في مستندات لازم تبقى متوفره معايا عشان اقدر اتصالح مع الدوله. اول حاجه لازم يبقى صوره من الرقم القومي اقدمها. رقم 2 لازم يبقى معايا مستند يفيد ان الارض بتاعتي انا على بالراحه يا دكتوره، عشان لو حد من المشاهدين عايز يكتب ورانا يكتب. نعيد تاني معلش. المستندات اللي انا اقدر اقدمها عشان خاطر ان انا اتصالح على الارض الزراعيه. اول حاجه لازم يبقى معايا صوره من الرقم القومي. تاني حاجة لازم يبقى معايا سند الملكية بتاعت الأرض. ما يبقاش سند ملكية عرفي أو كده سند بدون غير موثق، لازم يبقى على أبسط حاجة يبقى عليه صحة توقيع عشان تقدر يبقى معترف بيه قدام الدولة. تالت حاجة لازم يبقى معايا مستند يفيد بأن المخالفة تمت قبل تاريخ 23/7/2017. والتاريخ ده مهم جدا وناخد بالنا منه. لازم يبقى معايا رسم كروكي للمبنى ذاكر فيه خطوط الطول والعرض. طبعا الرسومات دي بتطلع من مكتب استشاري هندسي، والمكتب الاستشاري ده لازم يبقى معتمد من نقابة المهندسين. لازم يبقى معتمد. ونكرر في الحتة دي. وطبعا لازم يكون الهيكل يكون صحيح وسليم، وبعد ما ينزل عليه لجنة او ريبورت يعني يراجعوا المبنى نفسه يقول ان هو صالح ان هو يكمل بناء او يتزال من اساسه. طيب نستاذن حضرتك تليفون استاذ محمود من النوفيه. اهلا استاذ محمود. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام. والنبي لو سمحت يا سعاده الباشا. عمر. الو. في لو بالنسبه للتصالح. دار مبنيه بالاحمر والطينه. دار مبنيه بالطوب الاحمر والطينه. والطينه. هل ديت ومعمول لها رسم قدم التصالح بتاعها؟ هيبقى يعني ديت لما يجي التصالح بيديني تصريح بقى الدواء ب 100 ولا بالثانيه زمان؟ طيب. لا ده لازم المكتب الاستشاري الهندسي المهندس اللي هينزل يعاين هو اللي يحدد، يقول لك المبنى ده صالح ان هو يتكمل عليه ولا ما يتكملش. ما ينفعش نقول كده من تلقاء نفسنا. ده لازم طبعا في لجنه بتنزل هي اللي بتعين المبنى وتشوفه. لان المبنى بالطوب احمر وطين هو ممكن معرض لشويه ميه، يعني ظروف جويزه اللي تعرضنا لها يقع. فلازم المكتب الاستشاري هو اللي يحدد لو هيكمل او لا. طيب معلش الاتصالات كتيره يا دكتوره. لا اتفضل. الاستاذ محمد الجمل من الشرقيه. اهلا استاذ محمد. اهلا بيك يا باشا. اهلا بيك. انا سعاده الباشا. عمر اتفضل. اهلا
أنا باني بالطب الأبيض ولسه محافظة شيرين لغاية دلوقتي ما بستلناش في الطب الأبيض خالص. لا عيد تاني يا أستاذ محمد معلش ما مش فاهمين. سؤالك مرة تانية بعد إذنك. أنا باني بالطب الأبيض. ولسه محافظة الشرقية لغاية دلوقتي ما بتتش في المباني بالطوب الأبيض خالص. ولسه محافظة الشرقية ما بتتش في الطوب الأبيض خالص. وعايزين تصالح طبعا عشان نبني. طب ابعد عن التلفزيون وكلمنا يا أستاذ محمد، ابعد عن التلفزيون ووطي التلفزيون وكلمنا. بعيد حضرتك خالص. ماشي معاك، سؤالك مرة تانية. أنا باني بالطوب الأبيض يا ريس. باني بالطوب الأبيض، وعلى الأرض الزراعية طبعًا ودخلت مرافق وعاوزين محافظة الشرقية لغاية دلوقتي ما بتتش في الطوب الأبيض خالص. ومحافظة الشرقية لم تبت في الطوب الأبيض لغاية دلوقتي. طيب، ماشي، الدكتورة هترد عليك دلوقتي. طبعًا إحنا قلنا المستندات المطلوبة بالنسبة للتصالح على مخالفات البناء. لازم يا جماعة ناخد بالنا، إذا توفرت الشروط دي هتقدر تتصالح مع الدولة. غير متوفرة، هو بيقولك يا دكتورة أن محافظة الشرقية لم تبت في البناء بالطوب الأبيض. ما أنا يعني معلش ما أعرفش يعني إيه طوب أبيض، بس يعني هو بيقول هو يوضح كده. أحسن يعني إيه طوب، يعني إيه طوب أبيض اللي هو الطوب يعني هو بنى ودخل مرافق وكل حاجه بس باني بالطوب الابيض. بالطوب الابيض. طب ايه الفرق بالطوب الابيض والطوب الاحمر؟ مش فرق، اهم حاجه يبقى المبنى نفسه لما تيجي تنزل معاينه هل هو صالح او غير صالح، مش احنا اللي هنحدد. وبعدين هو قال ان محافظه الشرقيه يمكن يعني بص يا بس يا دكتوره الكنترول بيقول الطوب الابيض اللي هو الحجاره. حجاره يعني اللي هو زي هيكل يعني ملوش اساسات. ايوه مظبوط كده. لا ده طبيعي، ما اكيد هياخد فيها رفض دي اكيد. ليه؟ ما هو في شروط. انا عشان اقدر اقدم على التصالح الشروط اللي انا قلت عليها دي اللي هقدر ادخل يعني هقدم بيها، انما هبقى هقول لهم ده لسه هيكل، ده ما بناء عليه هتنزل اللجنه. امال هو دخل مرافق بناء عليها يا دكتور؟ ما انا صراحه مستغربه انت دخلت مرافق ازاي، قول لنا دخلت مرافق ازاي صراحه. طيب نرجع لموضوعنا تاني يا دكتور. في انتشر في الاونه الاخيره، وده كان قديم يعني بس زاد قوي اليومين دول، ما يطلق عليه النصب العقاري. تمام. ده يعني اطرافه كتير واطرافه متعدده ومنتشر جامد في جدا. فعايزين حضرتك تكلمينا عنه. النصب العقاري اشكال والوان كتير صراحه. وبيبقى المتهم الرئيسي فيها اللي هو السمسار. سمسار او ممكن يبقى صاحب العقار نفسه هو اللي يبقى يعني صاحب الموضوع ده كله. طب معلش يا دكتوره كابتن احمد صلاح كابتن نادي الزمالك. اهلا كابتن احمد، اخبار حضرتك ايه؟ وضيف البرنامج المستمر. ربنا يخلي حضرتك ويستر شريفك. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. بحيي حضرتك وبحيي طبعا الدكتوره نهى طبعا على الحلقه الجميله دي. ميرسي، ربنا يخليك. الله يحفظك. والله يا استاذ شريف طبعا يعني انا شايف ان حضرتك كل حلقه في الاسبوع بصراحه بتجيب حاجات كويسه جدا. النهارده على موضوع مخالفات البناء، وكان الاسبوع اللي فات مع الدكتور كمال يونس، فشايف بصراحه ان البرنامج بصراحه حاجه جميله جدا والله يا استاذ شريف. والله الله يحفظك يا كابتن احمد. ربنا يخلي حضرتك. طبعا اول حاجه بقول يعني بحيي الشعب المصري بصراحه على الالتزام اللي الفتره اللي فاتت دي كلها، ان هم قاعدين في البيت وان هم بيبعدوا طبعا عن اي حاجه يعني اي حاجه بتحصل فيها مشاكل او تجمعات او كده عشان موضوع فيروس كورونا. وبقول ان شاء الله باذن الله مصر قربت ان شاء الله، فاضل اسبوع او اسبوعين ان شاء الله ومصر هتبقى خاليه من فيروس كورونا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ربنا يخلي حضرتك استاذ شريف. متشكرين، شكرا جدا يا كابتن احمد، وعايزينك ضيف معانا ان شاء الله. ايوه دكتور اتفضلي. طيب مبدئيا كده لازم نوعي الناس من ناحيه النصب العقاري. قبل ما تشتري شقه او ارض او عماره لازم تتاكد قبل ما تقرا العقد، تشوف العقد ده فيه معمول له تسلسل ملكيه ولا لا. يعني ايه تسلسل ملكيه؟ اروح اسال عليه في الشهر العقاري، هل تم التعامل على العقد او العقار او الشقه او الارض تم التعامل عليها قبلي ولا ما تمش. التسلسل الملكيه ده اللي بيوضح لي ان هو في نصب ولا ما فيهوش نصب.
يعني ايه مثلا اكون اشتريت شقه، اشتريتها مثلا بتاريخ بقالي سنه شارياها، اكتشف في الفتره اللي انا اشتريت فيها ان هو صاحب المكان اللي انا اشتريت منه باعها لشخص اخر. يبقى اصبح في شخصين مالكين للعين او المكان نفسه. ايه موقف القانوني؟ طبعا الموقف القانوني بيقول لك باسبقيه التاريخ، يعني اقدم واحد اشترى هو ده صاحب العين. انا بقى عشان اتفادى الموضوع ده قبل ما اشتري شقه ارض عقار اشوف اسال عليه في تم تعامل عليه ولا لا. وطبعا اي حد هيروح يسال في الشهر العقاري هيسال هيطلع له البيانات، ما لقاش عليه تسلسل ملكيه او لقى فيها تعامل يبقى انت كده ايه في السليم وتقدر تشتري زي ما انت عايز. تاني حاجه عايزين ناخد بالنا منها وانا بمضي بنود العقد، لازم اتاكد ان انا ليا حصه في الارض. يعني ايه ليا حصه في الارض؟ تسمع طبعا عن ازالات البناء. ان انا مثلا اكون مثلا شاريه في الدور ال 12 تيجي بعد كده الحي يجي يزل الدور اللي انا ال 12 اللي انا قاعده فيه. انا موقفي ايه؟ هيبقى موقفي في الشارع. في الشارع ليه؟ لان انا ما خدتش احتياطاتي قانونا في العقد. وانت بتكتب العقد اتاكد ان انت ليك حصه في ملكيه العقد او ملكيه الارض اللي مبني عليها العماره. لان ساعتها لما هتم هرجع على المشتري بحصتي في الارض. انما انا مش مكتوب لي كده في بند بنود العقد ان انا ماليش حصه في الارض. يبقى انت مالكش حاجه والقانون لا يحمي المغفلين. طيب ناخد مكالمه الحاج عرفه من البحيره. اهلا يا حاج عرفه. ايوه يا باشا اهلا بيك. ازيك يا باشا عامل ايه يا حبيبي؟ والنبي ابعد عن التلفزيون شويه يا حاج عرفه. حاضر حاضر ممكن نكلم. حاضر حاضر ممكن نكلم الدكتوره؟ معاك اهي. اهي مع حضرتك. لو سمحت يا دكتوره. اتفضل. انا دلوقتي ما بنيتش مخالف خالص وعندي ارض ملكي ومعايا فلوسي وخفت ان ابني مخالف نخش السجن ونتبهدل وانا عندي بيت قديم على قد حالي كده وعندي الارض ومعايا فلوس وعايز نبني. طب ممكن تطلعوا لي تصريح ولا حاجه كده بدل ما نعمل مخالفه والحكومه تاخد حقياتها برضه؟ ما انا قلت قبل كده يا حاج في مستندات لازم اقدمها عشان خاطر اقدر اتصالح. لا ده التصالح هو عايز لا قبل ما يبني. انت بنيت هتنزل لك جنحه عشان نبقى متفقين لان انت كده دخلت في حته تبوير الاراضي الزراعيه. وطبعا انت كده بتبني على ارض طب زراعيه. الارض بتاع حضرتك يا حاج كردون مباني ولا ارض زراعيه؟ دي بتفرق برضو. ما هي ارض زراعيه بس حواليها مباني من كل حته. لا هي المشكلة ان هي تحت مسمى ارض زراعية. المباني اللي حواليها كلها مخالفة. طيب. طب هي بالنسبة للمباني اللي حواليك دي المباني دي في حد منهم عمل عليها تصالح ودخل مرافق ولا ما دخلش؟ ان دي بتفرق على فكرة. في مرافق داخلة حواليك يا حاج؟ ايوه عملوا تصالح ودخلين مية وكهرباء ومدخلين وعاملين تصالح في المجلس. بعيد عنك يا حاج مسافة ولا قريب؟ يعني انتوا قريبين من بعض مثلا في نفس الكردون بتاعك؟ على يميني وعلى شمالي. على يميني وعلى شمالي. هي انت ممكن تبني بس برضو انت يعني لازم هتبقى عارف اللي هتعمل لك جنحة، يعني مش هتعدي منها بسلام ولازم هتمشي بنفس الإجراءات برضو وتقدم المستندات دي. خلاص يا حاج ولا في سؤال تاني؟ عندك اي سؤال تاني قانوني يا حاج؟ احنا معاك على الهواء. الحاج احمد الجناني. اهلا يا حاج احمد. ايوه السلام عليكم يا استاذ شريف الله يكرمك. الله يحفظك اتفضل. الله يخليك. انا بني في 2016 يا حاج استاذ باشمهندس. طبعا دي ارض اصلاح زراعي. كان الرئيس جمال عبد الناصر طبعا مسلمها. وجزء منها دخل التقنين والجزء اللي انا بنيت فيه ما دخلش التقنين، فطبعا احنا عملنا كراسه شروط بالتقنين والمازال ما حدش جه قال لنا قطعه الارض اللي هي فاضله من غير تقنين. يعني انت بنيت عملنا مصالحات وجاب مهندس برضه زي حضرتك ما بتقول انت والدكتوره. جاب مهندس واستشاري يعني رسمي وعطانا رسم بالبيت وعملنا تصالح وما فيش برضه حد جه قال لنا البنيه بتاعتي. يعني انت بنيت اوكي خلاص يعني
خلص وبقول لك دخل فيه تكوين. بني برسمه تمام 2016 مهندس معتمد في 2017 اهي. طيب ايه رايك يا دكتور؟ ما هو طبعا احنا قلنا هو قال لك التاريخ في 2016، احنا قلنا المخالفه تتم قبل 23/7 لسنه 2017، يبقى هو كده ايه اللي هو يطبق عليه. ايوه هو كده، انت بالنسبه لك الشرط بتاعك توافق. وبعدين هو قال لك في تقنين طبعا، لما باجي اقنن الجمعيه الزراعيه بتحدد لي تقريبا على المتر مبلغ على التقنين، جزء من التقنين بتحدده لك. فطبعا ده هو بيقول لك المهندس يعني نزل، هو تقريبا يبقى هو كده توفر الشروط، هو مستني الموافقه ان هو يخلص اخر بند ويعمل التصالح. فهو ده تقريبا انت حضرتك بترجع يا حاجه للجمعيه الزراعيه تاني وتطلب منهم او تسالهم انتوا ليه ما كملتوش الاجراءات. ما عشان انا اكمل اجراءاتي لازم بعد ما هو المهندس نزل ونزل وعاين، وانا المخالفه بتاعتي في 2016 يبقى انت الشروط متوفره عليك. فانت حضرتك ترجع تاني للجمعيه الزراعيه وتستفسر منهم ليه ما كملوش الاجراءات معايا. طيب معانا محمد من البحيره. اهلا استاذ محمد. الله يخلي حضرتك، ازيك يا فندم؟ الحمد لله. وازاي الدكتوره اللي مع حضرتك؟ الحمد لله تمام الحمد لله. لو سمحت يا دكتوره، ان حضرتك بتقول المخالفه لابد قبل 23/7/2017. تمام. انا كنت باني عشوائي في سنه 2014. تمام حضرتك؟ اها تمام. وجينا جددنا المباني في بعد 7/2019. كان معلش بس وضح لي التاريخ تاني بس يا فندم. احنا كنا عاملين مباني عشوائيه في 2014. تمام. وبعد كده طورنا المباني وعملنا جوار خرسانيه وشغل جديد في 2019 7/2019. تمام. تمام حضرتك، يعني انت زودت على المبنى بس انت اساس المبنى كان في 2014 صح؟ لا حضرتك، الاول كان مباني كده عشوائيه بالطوبه والطينه وشلناها خالص وبنى جديد في 2019. وعملنا مباني جديده في 2017. تمام تمام. في مخالفة تمت لحضرتك في 2014، عشان التاريخ ده مهم، لأن 2019 ده بعد التاريخ اللي احنا قلنا عليه، إنما أنا في أي إجراء قانوني اتخذ ضدك في 2014 ولا لأ؟ اتخذ إجراء وخدت براءة، براءة بيسموها على مخالفة البنى. خدت براءة بس كده. تمام حضرتك؟ تمام. يعني في إجراء قانوني خلاص ما بقول خدت براءة. اللي أخذنا براءة في الوضع الأولاني اللي هو البناء العشوائي. براءة بانتهاء المدة القانونية. انتهاء المدة القانونية. ماشي حضرتك؟ تمام مع حضرتك. احنا بقى طورنا المباني ديت بعد 7/2019، والوحدات المحلية خدت من نفس الأوراق دلوقتي للتصالح. الكلام ده هينطبق علينا؟ هو اساس المبنى يا فندم من 2014. ايوه. فانت هيطبق عليك لانه في 2014 لان هي الارض. ايوه. وهو انت انت عدلت الارض. هي نفس الارض. بس هي الموضوع ان انت حضرتك غيرت من المبنى وغيرت من شكل المبنى اللي انت خدت عليه البراءه. وبنيت مبنى تاني، واكيد انت بنيت بالطوب الاحمر وبنيت ورفعت هيكل وخرسانه والكلام من ده، صح؟ او شكله. طيب معانا محمد من الجيزه. اهلا استاذ محمد. ازيك يا كابتن شريف؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اشوفك متالق كده على طول يا كابتن شريف. والله العظيم الله يخليك. الله يمسي عليك وعلى حضرتك وعلى الدكتوره. يعني احنا بنستفيد منك، انت بتعمل حلقات جميله جدا وبتنشر الوعي كمان، لانك بتعمل حلقات اجتماعيه في المجتمع المصري. يا ريت الناس كلها تتابع بالبرنامج بتاعك. والله العظيم يا كابتن شريف الله يحفظك. وطبعا ربنا يرفع عنا البلاء ويرفع عنا الوباء ويشيل عنا الغمه اللي احنا فيها يا كابتن شريف. والله ان شاء الله باذن الله. كابتن شريف، في عندي مشكله. يعني مثلا انا باني طابقين زياده. طابقين زياده، انا واخد ترخيص مثلا ب 8 طوابق او 8 ادوار. فطبعا عندي دورين زياده. بس هي دي المشكله اللي عندي. وبشكر حضرتك طبعا وبشكر الدكتوره. يا ريت الدكتوره تنزل لنا رقمها عشان حتى نتواصل معاها. حاضر هسيب لكم الرقم في كنترول. حاضر ماشي، الف شكر يا استاذ محمد. اتفضل يا دكتور. ده مخالفه بنا ادوار، ده التصالح معاها مع الحي.
مع الحي، مع الحي والتراخيص، الحي تراخيص طبعا، هم هيحددوا له الغرامه المكرره عليه في الدورين ويقدر يتصالح عليهم. بس هو ده مشكلته ده في الحي، في الحي. الاستاذ سيد، يا استاذ سيد السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا باشا انا عامل رخصه مباني، تمام؟ فرخصه مباني ما اعرفش انها مدتها سنتين. فجيت ابني بعد سنتين، فاتضح ان رخصه المباني ان هي سنتين بس. والمكان داخل الكرتون المباني وكل حاجه. ماشي؟ ومدخل ميه ونور والحاجات دي. فانا عامل رخصه قانوني، فالرخصه انا جيت ابني في خلال السنتين ما لحقتش ابني لظروف ماديه حصل ظروف. فجيت ابني فقالوا لي لا ده انت لازم الرخصه دي تتجدد. فجيت اجددها اقول لك لا ما ينفعش تتجدد. فمش عارف اعمل ايه بقى. طيب الدكتور هترد عليك. هو انت حضرتك بتقول اللي هو دخل الكوردون مباني. وكان معاه رخصة مباني وكل حاجة بس تأخر عشان ظروف مادية. ما هو للأسف بيديك فعلا مهلة محددة ان انت تبني فيها، وبعد كده ان انت ما بتقدرش بعدها تبني تاني. ممكن يرجع تاني ليهم كده ويحاول معهم محاولة، لان هو فعلا هو السنتين ده اللي بالنسبة لك بيديها لك ان انت أبسط حاجة تحط أساس. هو مش بيطالبك ان انت تبني تطلع من مبنى، بس هو عايز يشوفك ان انت حطيت اساسات. طب هل يا دكتوره لو ما بناش خلال سنتين تقعد الارض بايره على طول ولا؟ خلاص، ما هو اداك، انت اداك فتره متاحه ان انت تبني فيها. طب يا دكتوره اتفضل. الرخصه مش مكتوب فيها المده سنتين او تنتهي يوم كذا. مش محدده؟ مش محدده الورق كله، ما فيش حاجه تدل في الرخصه انها تنتهي بعد سنتين. يعني هو كده انا ما اعرفش، يعني هو في الرخصه ذكر فيها يعني تاريخ البدء وما ذكرش فيها والانتهاء، ذكر فيها دي ولا ما ذكرش؟ لا ما ذكرش. طب ما ذكرش، طب هو انت ترجع لهم على الحته دي. طب ازاي؟ طب هو مش مذكور، عارفه ازاي انا بنيت او انا ما بنيتش في خلال الفتره دي؟ فانت حضرتك ترجع لهم تاني في النقطه دي، حته ان انا مش مكتوب لي تاريخ. طيب معانا الاستاذ عادل من ميت غمر. يا استاذ عادل خير يا فندم. اهلا يا مرحبا. والله احنا مشكورين دلوقتي عرفنا من الاستاذه هو لازم الصوره بتاعت الرقم القومي وسداد الملكيه والحاجات دي حضرتك. طب هو دلوقتي بالنسبه لتقنين المباني، اصل كان في حته عندي واخد بال حضرتك انا من مصر يعني. ايوه في متغمر. فدي داخله الكردون حضرتك. ايوه. اللي قدامي باني واللي في ظهري مابي باني واللي على الطريق باني. فانا قلت بقى لا انا مش هبني طالما في مشاكل، والراجل اللي جنبي بيقول لي ايه ده انا كل يوم في المحاكم وانا وانا وانا. فانا صبب راس صراحه ربنا. قلت لا احنا ما نشوف الدنيا ايه والعمليه بتاعت التقنين لما تطلع الكردون. نخش. هو طبعا انت عارف حضرتك بيطلع تصاريح مباني من الاراضي الزراعيه. لان المدن عندنا هنا تصاريح مباني. فحضرتك انا لقيت في الفتره اللي فاتت بصراحه ما شاء الله لقيت الصلح، يعني بيتصالحوا تصالح في المباني. فدي حته خطوه كويسه حضرتك. فلقيت الاخ الفاضل اللي باني، انا طبعا كنت عايز ابني فخفت. فحضرتك دلوقتي انا دلوقتي المفروض بقى المجالس المحليه والتنميه اللي في المحليات هناك حضرتك المفروض بقى يشوفوا بقى التقنين فين والحد فين، ويبقى فيه برضه عمليه ايه يعني. طب يا استاذ يعني ما شاء الله يعني بقى يشوفوا الدنيا فيها ايه، وطالما في حته في كردون مباني حضرتك. طب انا بسال حضرتك عشان كده، اذا كان الحته في كردون مباني يبقى مش عايز اتصالح. مش محتاجه تصالح، ده انت هتاخد تصريح بنا وتبني خلاص عادي. تصريح عادي خالص جدا. تصريح المباني دلوقتي كل ما اروح يقول لك لا هم دفننا شويه، مش عارف ايه دفننا شويه حضرتك. لا لا هو ده تاخر من اروح اصل اللي قدامي باني حضرتك واللي على الطريق باني واخد بال حضرتك، وانا ما رضيتش اخد الخطوه الاولانيه لان احنا ايه مش عايزين نتطور فعلا. الواحد بيحافظ على السيستم بتاع الراي العام. أيوة. والقانون والحاجات دي بصراحه لا، بس ده يبقى تباطؤ من موظفين ميت غمر، لكن مش قانون عام. لا انت حضرتك تطلع على مجلس مدينه، مجلس المدينه كردون مباني. ايوه ما انا بقول لك يعني معاك ارض طالعه كردون مباني تحصل على رخصه مباني تبني ما فيهاش.
ما فيهاش مشكله. فان شاء الله باذن الله ربنا يسهلك باذن الله. معانا الاستاذ عصام من اكتوبر. اهلا استاذ عصام. الو. الو. السلام عليكم. انا ياسر صالح. عليكم السلام ورحمه الله. الو. حضرتك يا باشمهندس استاذ شريف. اه عمر. اكلم الدكتوره على قطعه ارض انا شاريها على الطريق. طب ابعد عن التلفزيون شويه على النبي يا استاذ عصام. عشان نسمعك بس كويس. ياسر 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 صالح. استاذ ياسر. استاذ شريف. ايوه معاك. شاري قطعه ارض على الطريق السريع، اخذت براءه من المحليات ومن الشبكات. فروحت عشان اعمل من الطرق، قال لي لا لازم تسيب مساحه بين الطريق 25 متر. وفي بيني وبين الطريق في مباني اليمادي على اليمين وعلى الشمال. فبجري اجراءاتي مع الطرق، مش برضو يدوني موافقات لها عشان بحس ان انا ابني عليها او كده. الشبكات ادتني موافقه ان انا ابني، والمحليات قالت لك لازم تاخد موافقه من الطرق الاول. يعني ايه السبب؟ طب المباني اللي جنبك يا استاذ عصام سايبه 25 متر ولا مطلوب منك؟ لا 3 متر بينه وبين الطريق. هتلاقي قبلك. بنوا قبلك. بنين قبلي. طيب ماشي، الدكتوره هترد عليك. اتفضل. ما هو للاسف انت حضرتك دلوقتي ماشي مع روتين حكومه. تمام. فاحنا لازم نتبع تعليمات الحكومه، ما ينفعش نقول اصل جاري سايب 3 متر وانت ما تسيبليش. عامه ده سيستم خالص في البنى، يعني لو حضرتك جبت اي مهندس انشائي هيقول لك لازم بتسيب من حرم الطريق جزء معين. فده بنى قبله او ممكن يكون نفس المبنى مبني قبل ما الطريق يعدي قدامه، او الطريق عدى من قدام البيت فما ينفعش يهده لان البيت اوريدي خلاص مبني، فما اقدرش ان انا ازيله. هيطبق عليك انت كشخص جديد لسه عايز تبني. او ان انت ليك قطعه ارض، فهو من حقهم جدا في الطرق ان هو يقول لك سيب مساحه، وما تقدرش ان انت تخالف طبعا الكلام من ده، لان ده طبعا لسلامه الطريق وسلامتك انت اولا. بس معانا الاستاذ عصام من اكتوبر. يا استاذ عصام السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ شريف؟ الله يخليك الله يحفظك. احنا بنشكر حضرتك على البرنامج الجميل ده، وبنشكر الدكتوره نهى على المعلومات الجميله. ميرسي يا فندم. وبصراحه يعني كل حلقه بتجيب لنا حاجات جميله اكتر من الاول، فاحنا بنشكر حضرتك وبنشكر الدكتوره نهى على المعلومات الجميله دي. الله يخليك. شكرا. ليك سؤال يا استاذ عصام؟ ايوه يا فندم. ليك سؤال ولا حاجه؟ لا والله انا بتصل عشان اشكر حضرتك واشكر الدكتوره نهى على المعلومات. ميرسي يا فندم. يا سيدي ده واجبنا. ماشي شكرا يا استاذ عصام. الاستاذ محمد. اهلا استاذ محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يكرمك. انا عليا قطعه ارض صغيره كده اتحطت بالمباني برضو زي الاخ اللي كان بيسال قبليه، والجيران راحوا صالحوا. فانا سالت هناك في المجلس في القريه، قالوا لي انت مالكش تصالح دلوقتي عشان انت مش باني. هم اتحطوا بالمباني فجم هم بنوا وحوطوني بالمباني. فهل فعلا انا ماليش تصالح؟ لا ما فيش تصالح. ده برضو الدكتوره هترد عليك، بس انت ما بنتش هتتصالح عليه. هتتصالح طيب هتتصالح على ايه؟ ما انت لازم يبقى في اساس حاجه عشان تقدر تتصالح عليها يا فندم. فهم دول اتصالحوا عشان هم اوريدي بنوا، وانا قلت لحضرتك وذكرت قبل كده في اول الحلقه في لازم شروط تتوفر عشان اقدر اتصالح بالنسبه لمخالفات البناء، وذكرناها قبل الحلقه، واكيد يعني حضرتك تابع ان شاء الله الحلقه على اليوتيوب، باذن الله حضرتك هتعرف كافه المستندات المطلوبه. ماشي. معانا استاذ ابراهيم. معانا استاذ ابراهيم. الو. اهلا بيك يا معالي الباشا. اهلا يا مرحبا. اتفضل. انا مع حضرتك بقول لك حضرتك انا باني بالطوب الابيض في ارض زراعيه صلاه الدين على النبي. الطوب الابيض. معاك. وبعدين قالوا في موضوع التصالح وكده، فاحنا قدمنا التصالح بس ما حدش رد علينا، وبعدين سمحت ان حتى اللي بيتصالح ما بلوش حق ان هو يهد ويبني بالمسلحات بعد كده. لا انت بتتصالح على المبنى نفسه. المبنى ملوش دعوه بالارض. ملوش دعوه بالارض، بتتصالح على المبنى نفسه، المبنى المقام بتتصالح عليه. ما انا فاهم حضرتك.
بس لو انا حبيت ازيل المبنى اللي هو لانه عامل عشوائي بالطوب بس بالطوب الابيض. طيب الدكتورة هترد عليك. حاضر تفضل يا دكتور. ما هو انا مبدئيا انا بتصالح زي ما حضرتك قلت على المبنى نفسه. ما ينفعش ان انا ازيل الحاجه. انت كده بتعمل حاجه اسمها تحايل على القانون. وده طبعا ما يعني ما ينفعش. انت بتتصالح على المبنى او الهيكل اللي انت بانيه، واحنا قلنا المبنى اللي انا هقدم عليه المستندات لازم يكون مطابق. وفيما اعتقد ان الطوب الابيض ده يعني غير صالح ان هو يتبني عليه ادوار تانية. ده او تقريبا ان انتوا واخدين المبنى ده كهيكل، او ان انتوا في اعتقاد الناس ان انا هبني بالطوب الابيض عشان بعد كده اتصالح وازيل وابني. لا يا جماعه، غلط غلط غلط. انا باخد تصالح على المبنى الحالي فقط لا غير، وناخد بالنا من النقطه دي. طيب يا دكتوره الحاج عبد الحميد. انا الحاج عبد الحميد الظاهر الخط قطع. طب الكنترول بيمل لنا سؤال دلوقتي بيقول لك في شقه ايه؟ متباعه كذا مره. اتباعت كذا مره. لأكثر من شخص. لأكثر من شخص. مين اللي ليه أحقية إن ياخدها؟ في حد ساكن فيها دلوقتي من اللي هم اشتروا الشقة دي؟ المالكين. تمام. احنا دخلنا كده في صدد تعدد المالكين. رجعنا الموضوع للنصب العقاري. هو ده اللي كنا بنتكلم عليه، موضوع النصب العقاري، ان انا ابيع الشقه لكذا حد. عندي شقه كده ومستثمرها، ابيعها لسته في نفس الوقت زي فيلم عادل امام كده لما خد كيس البلح في الاخر. طبعا الاحقيه بتبقى لاسبقيه التاريخ، يعني مثلا انا بعتها بتاريخ يوم 20/5 وحد تاني بعتله بتاريخ 24/3 وشخص تاني بعتله بتاريخ 1/1 1/1 اللي هو اقدم تاريخ هو ده الملكيه الاساسيه. يا دكتوره هل لو واحد فيهم عامل صح التوقيع يبقى هو اقواهم وممكن هو ده اقواهم صراحه؟ بس القانون بيقول لك باسبقيه التاريخ. يعني فرضا انا اشتريت شقه من زمان وحصل ظرف ما قدرتش اعمل عليه صحه توقيع. صحه التوقيع مش اجباري، هو صحه التوقيع انصب على التوقيع واثبت ان انا اشتريت المكان او اشتريت الشقه او الارض او whatever الحاجه اللي انا هشتريها. طيب استاذ احمد حامد. اهلا يا استاذ احمد. ازيك يا بيه؟ الله يخليك. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ الله يسلمك. حضرتك انا عندي اساس من 2010، اساس خرسانه معاكي. بني اساس هيكل قصدك يعني؟ اساس خرسانه قواعد واسمل شداد. هيكل. ارتفاع حضرتك متر ونص وملاصق للحيز العمراني القديم بينه وبين الحيز العمراني 20 متر. تمام. وقدمت جميع المستندات في المجلس، وحضرتك انا ساكن من 2007. في 2007؟ ساكن بالايجار من 2007 ومستني طبعا اللي انا ايه؟ ان انت تنقل المكان. المجلس بيمنعني طبعا الوقت، انا جنب الحيز العمراني القديم. تمام. طيب وقدمت السبع ورقات اللي حضرتك قلت عليهم. طيب تمام. وعملت الرسم المشكله فين؟ والرسم والمكتب الاستشاري، تقرير الاستشاري. طب المشكله فين يا استاذ عبد الحميد؟ المشكله حضرتك اللي انا مأجر، يعني عاوز اللجنه اللي بتاعت تخمينها تنزل امتى؟ ما هو يا فندم المفروض حضرتك طالما قدمت الورق ونزلت لك المخالفه ونزلت لك ده كله، طبعا انت حضرتك بتتابع المكان. وبعدين هي بتنزل جلسه، يعني هي بتنزل لك الجنحه بتاعتك لما بتيجي تنزل بتقدم الاوراق دي يعني كلها. يعني حضرتك بعد اذنك ما تعرفيش اللجنه دي تنزل امتى؟ لا هي ملهاش تاريخ يا فندم، هي حضرتك اللي بتتابع في المكان اللي هو المخصص بالتقديم اللي هي المستندات اللي هي المطلوبه اللي انا قلت لحضرتك عليها. فانت حضرتك بتابع ما بدوناش اي طاقه نور خالص. لا ما هو ده بقى يعني شوف الجهه اللي هي اعلى منها. ما هو ده يبقى تباطؤ من الموظفين. ما بدوناش اي امل خالص ان احنا في يوم من الايام هنفهم.
لا لا هو في امل ان شاء الله، طالما حضرتك اوراقك سليمه والحاجات اللي انا قلتها في اول الحلقه دي مطابقه مع الكلام، خلاص يا فندم انت يبقى ليك حقيقه في التصالح. وبعدين حضرتك بتقول لي المكان حواليك يمين وشمال في كاردون. نعم يا فندم. مودي الاوراق دي بقى لي 5 شهور الوقت. ما حضرتك يا فندم لازم تتابع، لازم تتابع كل شويه. ده تباطؤ موظفين يا استاذ، هما يمكن بيكون بيريحوا نفسهم شويه، فحضرتك برضو تابع معاهم. مفيش حاجه اسمها ان انا قدمت الاوراق ما مش هقدر اخد مصالحه. ماشي. معانا الاستاذ عادل جمال. يا فندم مساء الخير. يا فندم مساء الخير. احنا تعبين حضرتك معانا. طب ست الدكتوره والله ربنا يخليك. يا فندم ماشي. هو حضرتك دلوقتي كل ما يجي، احنا بقالنا 2 أو 3 سنين كل يومين يجي يقول لك لا الكردون لسه ايه ما طلعش، الكردون ما طلعش، واخد بال حضرتك؟ طب يا اخوانا طب الكردون ده هيطلع امتى عشان نعمل التصريح اللي هو اللي بتاع المباني ده؟ يجي يقول لك لا ده هو دافنينه لحد دلوقتي. نيجي نسمع من بعض الناس لا الكردون طلع، واللي قدامك باني واللي في ظهرك باني، وبعدين دول اتصالحوا. طب ما انت كده اتظلمت، واخد بال حضرتك؟ يا استاذ عادل، يا استاذ عادل بص، في فرق بين لو طلعت كردون مباني لا داعي للتصالح، خلاص انت ماشي رسمي، انت اوريدي خلاص في كردون مباني. لكن انت لو بنيت على ارض زراعيه ازاي تتصالح بعد كده؟ يا هتحتاج المستندات اللي احنا قلناها، فانت اوريدي خلاص في حيز الكردون، ليه انا هسعى للاوراق او ان انا اقول لهم يا جماعه دخلوني كردون؟ فانت حضرتك اصبر لغايه ما تنزل اللجنه، او ان انت خلاص يقول لك انت هتبني على طول. كل اللي انت هتعمله انت هتتوجه وتطلع تصريح بونا. تصريح بونا بس. يعني في فرق في التصالح على الاراضي الزراعيه، على البنى على الاراضي الزراعيه، وارض تكون داخله كردون مباني. كردون مباني مطلوب منك تصريح بنا بالظبط بس. طيب معانا الاستاذ سلامه. السلام عليكم. عليكم السلام كابتن اشرف. اهلا بيك شريف. شريف استاذ شريف اهلا بيك. عايز اكلم حضرتك، انا باني من 2017 وعملت تصالح وعملت صحه توقيعيه. تصالح ازاي؟ هل مثلا المبنى مبنى عشوائي يعني. هل التصالح هيحب مثلا ان انا لا لازم اتصالح على مبنى معين ولا اتصالح على المبنى الموجود؟ انت مش اوكي خط التصالح ولا لسه ماشي في اجراءاته؟ لسه ماشي في اجراءاته. ماشي في اجراءاته. لسه ماشي في الاجراءات. لا هو يا فندم التصالح بيبقى على المبنى اللي انت بنيه، ما ينفعش ان انا بعد ما ابني ههد زي ما احنا قلنا عشان تبني تاني. لا انت بتاخد التصالح فقط على المبنى، سواء بقى مبني طوب ومش طوب. عامه هو عمره ما يديك تصالح مبني على الطوب. يا دكتور ماشي يا دكتور حضرتك، انا باني دلوقتي بمبنى عشوائي وعملت تصالح، من حقي ان انا نبني تاني مثلا؟ يا فندم لا، التصالح بيبقى على المبنى الحالي فقط لا غير، ما ينفعش تهد وتبني، هو على المبنى اللي انت حضرتك اخدت عليه التصالح. ماشي. مشكلة الناس يتخلط عليها ان انا ههد وابني عشان خدت تصالح. لا. طيب نرجع تاني يا دكتورة للنصب العقاري. تمام. ماشي. كنا بنحكي ان بأسبقية بأسبقية التاريخ او صحة التوقيع. يعني طب اللي قاعد في الشقه دلوقتي ايه مصيره او ايه يعني؟ ما انا طب انا مثلا حد قاعد في الشقه هيقول لك لا بالاحقيه للملك الفعلي للمكان. لا طب ما انا معايا هاخد قرار تمكين بالشقه لان باسبقيه التاريخ وهتستردها تاني. طب ما انا ممكن اروح للملك العقار واخليه يعمل لي بتاريخ قديم. بتاريخ قديم. ما هو بتاريخ قديم في الحاله دي خدت عليه صحه توقيع يثبت ان انت خدت في التاريخ ده ولا ما خدتش؟ لا طب ما احنا كنا كلنا استوينا مع بعض يا دكتوره، يعني كلنا ما معناش صحه توقيع. اربعه مشتريين ولا اربعه ما معهمش صحه في الحاله التوقيع. دي لو معيش سند قانوني يفيد ان انا اشتريت او ان انا مثلا صحه ونفاذ صحه توقيع. في الحاله دي النص القانوني هنا اللي هيتطبق اللي هو بالاحقيه بالملك الفعلي والوضع الفعلي لليد للمكان. يبقى انا معانا الاستاذ جاسر من المنيا. اهلا استاذ جاسر. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. حضرتك يا باشا. اومر. كنت اقول لحضرتك انا واخد قطعه ارض وبنيها بالارض
طب ابعد بعد عن التلفزيون شويه يا استاذ. ماشي يا باشا ماشي. حاضر. بص لا عيد عيد من الاول يا استاذ جاسر، صوتك كان بيقطع الاول. نعم ايوه معاك معاك. انا واخد قطعه ارض 100 متر بالظبط كده وبناها دور اول ومعمول محضر ومكتوب في المحضر قام بالبناء داخل الحي في الحمراني. تمام تمام. طيب جاي دلوقتي عايز ابني الدور الثاني مثلا اعمل ايه؟ ابني انت اتصالحت على الاولاني عشان انت اتصالحت على الاولاني ولا لسه؟ لا اولا الدور الاولاني ما زال زي ما الدكتور قال محضر وجلسه والكلام ده. ما ينفعش. طب ما ينفعش كده يا استاذ، ما ينفعش تبني حاجه خالص، انت لازم تخلص الاولاني عشان تبني على الثاني بدل ما يجي لك ازاله للاثنين. خلص الاول وبعدين ابني التاني، ما تستعجلش، شوف الاولاني يعني الدنيا هترسم معاك فيه. اعمل مصالحه اعمل مصالحه. اه يا فندم حضرتك لازم تعمل مصالحه الاول، وطالما هو كاتب لك ان انت في الحيز العمراني ده هيساعدك اكتر، يعني هيسهل لك الاجراءات، مش هيبقى الموضوع مكلكع شويه بالنسبه لحضرتك. معانا الاستاذ احمد علي من المنيا. اهلا استاذ احمد. مساء الخير استاذ شريف. اهلا يا استاذ احمد. كنت عايز اسال الدكتوره نوعا بس عن موضوع العقد الابتدائي، في حجيه قانونيه قصاد البايع، يعني انا خدت عقار مثلا بعقد ابتدائي في الحاله دي العقد الابتدائي ليه حجيه قانونيه قويه ان انا بعد كده مثلا مش لازم اسجل العقد؟ وهل لو عملت صحه التوقيع، صحه التوقيع دي بتقوم العقد ولا يعني زي بمثابه التوقيع الاول؟ تمام يا فندم. تمام. حضرتك دكتوره نقعد ترد على حضرتك. هو مبدئيا العقد الابتدائي مش هنقول اللي هو طالما الطرف الثاني ما طعنش فيه او نكره، نكر الامضه بتاعته، طبعا يعني هو يعتبر مستند سليم ورسمي. انما بالنسبه قوته او مش قوته ده لازم يبقى تسجلته. التسجيل بس انا يا دكتوره قريت، هل المعلومه صح ولا مش صح؟ قريت ان المحكمه الدستوريه حكمت ان ليه حجيه، يعني ما هو ليه حجيه في حاله لو انا ما طعنتش عليه، يعني انا قلت العقد ده مش امضتي، في الحاله دي بقى هدخل في اطار تاني ان هو مزور او مش مزور. بالنسبه للصحه التوقيع، صحه التوقيع تنصب على التوقيع فقط لا غير، ما بتتصبش ان العقد ده يبقى صحيح ولا مش صحيح. صحه ونفاذ، لا الصحه ونفاذ يعني بتنصب على العقد كله. طب ده احنا الاسئله دي كلها حطيناها كلها. طب معانا مومينا من طنطا. اهلا مومينا. وبعدين هي 3 سنين واخدينها ومش عارفين نبنيها، وعشان نبني عايزين نرجع 2 متر لورا. ممكن معلش السؤال تاني عشان انا مش سامعاكي خالص، بعد اذنك حضرتك عيدي السؤال تاني. انا بقول لك احنا واخدين حته ارض. تمام. بس واحنا واخدين على ذمه الشارع 8 متر، هم الوقت قعدنا نعمل ترخيص ونرجع نبني، قلنا لازم ترجع لورا 2 متر. تمام. طب واحنا لو رجعنا دلوقتي كده حتتنا باظت، لان هي اصلا هي 69 متر. ما انا عايزه اقول لحضرتك حاجه عامه، يعني لو حضرتك تابعتي في المتصل اللي قبل حضرتك قال لك انا رجعت 25 متر عن حرم الطريق، هو فعلا ده قانون يعني ثابت معاكي ان انت لما بتيجي بتبني وتهدي تاني من اول وجديد لازم ترجعي 2 متر، ده ثابت على الناس كلها، لان انت بتدي في حاجه اسمه التنظيم للبنى، ما يعني الاول كان في حاجه اسمه التنظيم عشوائي، اللي عايز يبني يبني واللي مش ملتزم بحرم الطريق ما يبنوش، بس هو ال 2 متر بالنسبه لك انت كارتفاع بيبقى معروفه ولازم نلتزم بيها، مالهاش طيب حاجه دي خالص. وقتنا خلص يا دكتور. انا ما حسيتش بالوقت صراحه. طب نسمع كلمه اخيره من حضرتك قبل ما نختم.
يعني انا طبعا بالوقت اللي مصر فيه طبعا لازم ندعي للبلد كلها وندعي للشعب كله ربنا يطلعنا طبعا من البلاء اللي احنا فيه، وان شاء الله باذن الله محنه وهنعدي منها، وان شاء الله باذن الله البلد هتبقى احسن من الاول كمان. خلاص الف شكر يا دكتوره، وشرفتينا ونورتينا، وشكرا جدا للمعده المتعلقه 20 كمال، وسعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم.